اخبار اليوم. انا النهارده مش قادر ادخل مشاريع ثانيه عندي. ليه؟ هودي فين الميه؟ اما دلوقتي عندك الهيئه بتقوم في شغل في البلايزه في ابو خرس في الزرابي في دكران دي كلها مش عقار البحر. خلينا بنتكلم على بتوع ابو تيجي رئيس، فدول مش قادرين ندخل حاجه ثانيه ليه؟ هودي فين الميه؟ هرميها عندي هنا اهو فواقفين. لو ربنا اراد وبدانا نشتغل الاربعه دول داخلين في التراك مع الهيئه هيخلصوا. ده غير حاجه ثانيه بقى، انا نفذت 3 مشاريع معونه امريكيه بتاعت الدول دي. ايوه حصل. يبقى كده بقى هيبقى في ايه؟ في محطه تستوعب محطات ثانيه، هنفكر في كوره ثانيه. برضه ثاني معونه عشان نكمل كوره ثانيه. طالما في محطه شغال عارف ماشي، انت ليك عندي ان الميه تطلع لك زي كده، وليك عندي احنا هنعمل الخط، مش هنضخ متر ميه فيه غير لما تاخد تحاليلك. لا لا ينفع الكلام ده؟ طب احنا عايزين جهه محايده بينا وبينك مثلا مع احترام الناس. سؤال. هو انا 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 انا, أنا شركه الميه تمام، واللي بنفذ المشروع الهيئه القوميه. انا اسف صح، هو انا مصلحتي ايه؟ والصحه محايده كده مش مصلحتك هنا يا باشمهندس. انا عايزين مصلحتي الناس. وانا مصلحتي انا مصلحتي الناس. انا مصلحتي الناس. هذا المشروع ضمن خطه الدوله بس 250 مليون جنيه اين يتوافروا في هذه اللحظه؟ لازم يتحطوا على سنين معينه. الحاله اللي احنا عارفينها كلنا صح ولا مش صح؟ مفيش احنا حطيناها. لا لا انا قلت يعني محفوظ باشمهندس عاطف. الحل النهائي الحل بتاع الهضبه الغربيه موجود في الخطه اللي طالبينه. اهو اسمع كلام نهائي الهيئه القوميه. خطه التخطيط وسياده النائب نفسه هيراجع اكيد مع وزاره. ايوه سياده النائب راح يحط لهم مشروع في الخطه بتاعتنا ان شاء الله. مفيش مقاطعه ان احنا نقول لكم حاجه مش حقيقيه. ليه؟ لا 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 مفيش خالص. واحنا لا بالعكس احنا عايزين نحل وعايزين نستفيد بالفلوس اللي اتحطت في المشروع. توكلنا على الله. احنا ما حدش ليه مصلحه غير المصلحه. ابدا ابدا احنا وصلنا كده. فتح ان شاء الله فتح هنشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح يا جماعه. كده وكل الخير للبلد. التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. اشوفكم خير. الله يخليك. شوف بعد خير من بكره ان شاء الله.